والصلاة والسلام التامان على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في حفل ختام الدورة الرابعة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لذوي الإعاقة، والتي أقيمت برعاية كريمة لحرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية سمو الشيخ روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، برعاية جمارك دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ومحاكم دبي. ضيوفنا الكريم، حضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها نحن نلتقي اليوم في لقاء يجمعنا فيه كتاب الله عز وجل، فكم نهلنا من معينه وكم قوم فينا المخطئ سلوكه وأزال من المغموم همومه. واليوم نجتمع في لقاء ودي نتذاكر فيه أيامنا السابقة، فهي مسابقة دبي للقرآن الكريم لذوي الإعاقة أتت اليوم لتكريم قافلتها، سائلين من الله أن يتقبل منهم ويجزيهم عنه الخير الكثير. بسم الله نفتتح حفلنا بخير ما يفتتح به آيات من الذكر الحكيم والطالب القارئ راشد المرزوقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.